القرية هي مجموعة من المنازل التي تكون مجتمعاً صغيراً في منطقة ريفية، وغالباً ما تكون أصغر من المدينة. الحياة في القرية تتميز بالبساطة والهدوء والسكينة في أحضان الطبيعة الخلابة. وكم جميل أن نستيقظ باكراً على صوت زقزقة العصافير المغردة، ولديك صياح الديك حيث يعلن بداية يوم جديد، وتكون أشعة الشمس الذهبية قد بدأت بالانتشار، ونسمات الهواء العليل المنعش تداعب أغصان الأشجار في كل فصول السنة، وأصوات أهل القرية وهم يلقون تحية الصباح على كل من يصادفونه، وهم في طريقهم إلى العمل في حقولهم. هذا هو الجو العام في القرية. أما أهل القرية فقد منحتهم الطبيعة صفاتها الطيبة الجميلة، وهم يتميزون بصفات عديدة منها الطيبة والكرم والجود وبمحبة بعضهم البعض. فلو كنت بالقرية لأكرمك أهلها، فأهلها يساندون بعضهم في الأفراح والأحزان وفي جميع المناسبات. ويعمل غالبية أهل القرية بالزراعة، حيث يجتمعون في مواسم الحصاد وقطف الزيتون والقمح على صوت الأهازيج والأغنيات القروية الجميلة. كما يتميز القرويون بإكرامهم للضيوف، ليستقبلوا ضيوفهم بكل ترحاب وبشاشة، خاصة الضيوف الغرباء، في حين يعمل البعض منهم في رعي قطعان الماشية وفي بعض الحرف اليدوية بأيديهم الماهرة، كصناعة السلال والأطباق من القش وصناعة الأواني الفخارية والزجاجية، بالإضافة إلى فنون الحياكة والتطريز. كما يعمل سكان القرى الساحلية في صيد الأسماك واستخراج الإسفنج واللؤلؤ وصناعة شباك الصيد. ما أجمل الحياة في القرية، حيث يجد الإنسان فيها أوقاتا من الراحة والهدوء والسكينة، فيقضيها بعيدا عن ضوضاء المدينة وتلوثها والازدحام المروري الخانق والحياة السريعة المتعبة من غلاء المعيشة في المدن. وفي الحقيقة فإن القرية هي رئة المدينة.